أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال المتميزة. اخترنا لكم اليوم السيد أبو أحمد صاحب مطاعم خليج عدن للمندي. أستاذ أبو أحمد، نورتنا ونورت برنامج رواد الأعمال. يا مرحبا وسهلا. وأولا قبل كل شيء أحب أني أشكركم على استضافتكم لنا إن شاء الله تعالى، وان شاء الله نحن نقدر نفيدكم يا رب ان شاء أكيد الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه. حابين نتعرف عنك ونعرف الساده المشاهدين عن شخصك الكريم. والله يا اخي الفاضل، انا ابو احمد هاني الوردي طول عمرك، من جمهوريه اليمن، رجل اعمال في الامارات طول بعمرك، يعني اختصاص اكثر شيء في الاقمشه. عندي اكثر من فرع مطاعم متخصصين في المندي والاكل اليمني والاكلات الخليجيه. يعني ان شاء الله تعالى ان تنال اعجابكم واعجاب الاخوان الجمهور ان شاء الله. يعني وهي دعوه لهم ان شاء الله تعالى بالحضور وتشريفنا ان شاء الله. الكتاب باين من عنوانه ما شاء الله، عنوانكم هو التألق والتميز. عم ابو احمد، حابين ايضا نتعرف عن خليج عدن للمندي، متى افتتحتوا المطعم؟ والله يا سيدي الكريم، نحن مطعم خليج عدن طول عمره تقريبا الحين 10 سنوات. ما شاء الله، يعني عمر وخبرة طويل. تبارك الرحمن، الحمد لله رب العالمين. عندنا كم من فرع، لكن نتيجة أزمة كورونا والفترة الماضية أزمنا يطول عمر، كانت فترة صعبة على الجميع. بالفعل. كان عندي ما شاء الله 4 مطاعم. الحمد لله حاليا مطعمين، مطعم في ديره اللي هو المطعم اللي هو الفرع الرئيسي، ومطعم اللي هو في البرشه مقابل اللي حاليا التصوير. نحن حاليا التصوير، فنحن متخصصين في الاكل اليمني ما شاء الله فتبارك الرحمن. يعني نحن نتميز بالجوده، نتميز بالطهاه اليمنيين ان شاء الله تعالى، ومن ثم نعرفكم أكيد على الجماعة طبعاً ان شاء الله باذن الله يا رب. حابين نتعرف اكثر عن انواع الماكولات والاطباق الشهيه اللي بتقدموها في خليج عدن. اخي انت عارف الاكل اليمني يعني لا يعرف المعروف. نحن ما شاء الله فتبارك الرحمن مشهورون، يعني مشهورين اكثر بالاكلات اليمنيه، ثم انت عارف المندي والمضبي والحنيث، كمان الاكلات الخاصه اللي هي الفحسه والسلته وبيض الصحن. فان شاء الله تعالى اليوم باذن الله نجرب معكم ان شاء الله تعالى اكيد باذن الله يا رب العالمين، يكون يعني شيء طيب ان شاء الله باذن الله. طبعا عم ابو احمد، في ظل المنافسه وفي ظل كثره المطاعم خصيصا في اماره دبي في التحديد، حتى في البرشه، في ظل هاي المنافسه لازم يكون عندك شيء مميز تختلف فيه عن باقي المنافسين. شو المميز عندك عن باقي المنافسين؟ نحن الحمد لله رب العالمين، اولا اكلنا، احنا اقدر اقول لك بثقه تامه نحن نتميز بالاكل اليمني الاصيل اكيد. فالكادر كله ما شاء الله فتبارك الرحمن، سواء داخل المطبخ او برا، يعني يمنيين يعني 100%. فان شاء الله يعني الطعم الاصيل، الطعم الاصيل تقدر تقول الطعم الاصيل. نعم يا سلام. حابين ايضا نتعرف ونعرف اكثر عن الخطه اللي راسمها العم ابو احمد، وخصيصا في حال التوسع ان شاء الله تعالى باذن الله. الخطه موجوده يطول عمرك، ان احنا نتوسع يعني اكثر من فرع في دبي. فالخطة موجودة، والأماكن اللي اخترناها كمان موجودة الله يسلمك. لكن طول بعمرك مثل ما خبرتك، نتيجة أزمة كورونا شوي قاعدين نهيد شوي وننتظر شوي، بس بإذن الله الواحد الأحد إن شاء الله تعالى خطة التوسع والانتشار موجودة إن شاء الله تعالى، وأقرب فرصة بإذن الله يعني ان شاء الله باذن الله ان شاء الله رب. تعالى نتوسع، ونتمنى لكم دائما ان شاء الله، نتمنى ان نستضيفكم ان شاء الله مرات اكيد. احنا بالعكس، احنا شرف لنا اصلا في الله يعطيكم العافيه انه تكون معنا استاذ عم ابو احمد. حابين ايضا نتكلم عن الامن والامان في دوله يا الامارات. يعني ما شاء الله فتبارك الرحمن، بلد السلام. يعني اولا في المنبر هذا اود ان اشكر يعني شيوخنا الكرام، اولا طول باعمارهم. فتكلم على الامن، يعني انا اعتقد يطول لي بعمرك، من امن المدن في حول في العالم كامل دبي والامارات الاخرى. صحيح بالفعل، هذا يطول لي بعمرك نتيجه الامن، ونتيجه الله يطول لي بعمرك يعني مثابره الشهود وجهودهم ما شاء الله. البيئه مشجعه جدا للاستثمار، واي تاجر، انا انصح اي تاجر اي مستثمر، يعني فرصة كبيرة أن يحقق النجاح من إمارة دبي والإمارات الأخرى. أكيد طبعاً، حتى من طاقم عمل أيضاً برنامج رواد الأعمال، بنحب نوجه رسالة شكر لشيوخ وحكام دولة الإمارات، أطال الله بأعمارهم. آمين. حابين نتشكر كمان على وجودك اليوم معنا وعلى ظهورك في برنامج رواد الأعمال. أنا اللي شاكر لكم جداً وعاجز عن الشكر،
وفرصة سعيدة، وإن شاء الله تكون مرات ومرات إن شاء الله أكيد تعالى. أكيد بإذن الله. أكيد نورتنا ونورت البرنامج. وقت مطعمكم ونحن إخوانكم إن شاء الله تعالى وعلى رأسنا إن شاء الله. في نهاية الحلقة عمنا أبو أحمد حابين نتشكرك طبعا على ظهورك معنا، وحابين نتعرف على كيفية الوصول والتواصل لمطاعم خليج عدن المندي. الله يا أخي الكريم، أولا الشكر موصول لكم جميعا، أنت سواء أنت ومخرجنا الكريم الله يحفظه. نتيجة يعني التواصل ممكن عن طريق طول اللي بعمرك أقام التليفونات، وموقعنا في البرشة مقابل ميلينيوم هوتيل البرشة واحد. أما المطعم الثاني في الديرة في سوق الذهب، وعن طريق السوشيال ميديا إن شاء الله تعالى. طبعا جميع أرقام التواصل ووسائل التواصل الاجتماعي أيضا سوف تظهر أسفل الشاشة. شكرك مرة أخرى على ظهورك معنا. إلى هنا إلى أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا الأسبوعية مع ضيفنا المميز العم أبو أحمد. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله.